أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة ضم عددا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية، إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الشركاء الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك. فقد التقت السفيرة الفرنسية بالقاهرة والمديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر. وفي أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط في آخر التداولات الرسمية، لكنها حققت مكسبا أسبوعيا للمرة الثانية على التوالي، مدعومة بخفض كبير لأسعار الفائدة وانخفاض المخزونات الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52% إلى 74 دولار و49 سنت للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22% إلى 71 دولار، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.22% لتصل إلى دولارين وسنت للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.36% لتسجل دولارين و43 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بلغ معدل البطالة بين الشباب في الصين 18.8% في أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي. وتخرج نحو 12 مليون طالب من جامعات الصين في يونيو من عام 2024، ما أدى إلى زيادة المنافسة في سوق العمل في الصين. يأتي إصدار أرقام البطالة لشهر أغسطس بعد صدور بيانات غير مشجعة بشأن مبيعات التجزئة ونمو الإنتاج الصناعي، إذ تباطأ كلاهما في الشهر ذاته. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى القومية الاقتصادية وانهيار التجارة العالمية والكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي في خطاب ألقته بصندوق النقد الدولي في واشنطن إن البنوك المركزية تمكنت من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة، وأكدت أنه من النادر تجنب حدوث تدهور كبير في معدلات التوظيف عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. وارتفعت بيانات التوظيف بمقدار 2,800,000 شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى للهام نمر وأدا جد لاستكمال ما تبقى من النشرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.